فتحير الزاق يا كريم يا الله يا الله الحمد لله، بس من كثر ما امي حبتني احس اني فقدت الثقه في نفسي. ما بشهلة وسهلة، او تفضلوا حياك الله. مشتيش اشغلك واكلمك عن خصوصياتي، بس الصراحه انا في ورطه. هذا غريمك يا امير. خرجوني. امير اهدى، انت هلا من امس. من امس امي ما قلت لها. اتفقنا نسرق بس مش نقتل. ما فعلت هذا اقل شيء علشان ابي، فهمت يا امير؟ النسب يعاون يساعد، يمد يده ويجر ويبز ويرفع. ايوه هكذا. فهنا هذا مدخل حارتي فهو في حمايتي. قول لي ادي الكيس هذا كده تعبه. أنا يحيى هذا نينجا. يا أمير ليش ما تسأل أمك؟
لا أبوك ولا أخوك كانوا يملكوا حاجة داخل هذا القرية، ما بش غير كم متر ورثتهن أمك وخالتك من أبوهن. الحاج معروف الله يرحمه ما كان بش معه غير البنات، لكن معاكم في قرية المجاورة خيرات، سيروا دوروهن. أمك المفروض كانت تخرج من القرية وتصير تدور حق جهلة عند قرية المجاورة. مش بنت معروف الرياحني اللي تصير تدور بعد حقها، حقها يوصل لها عندها هي وبناتها وعيالها. أقلب ناخذها من أي مكان حتى لو كان خلف الشمس. الأرض هذه بعيدة عليك. دلا دلا علي دلا، لا قد تنخط ولا تتهنجم. أولا نعرف من أنت ومن أبوك ومن أخوك. عارف، عارف من أنا ومن أنت بالضبط، وعارف إن حميد ما في شيء صعب عليه ولا أمير صعب عليه شيء. إيش هتكون يعني غير إنك مجاوري؟ مجاوري ما قد عرفته ولا تخيلته يوم بحياتك. لا لا دل أنا لا تزيدش الشحطة قوي. خلي أمك أول مرة تسدد الدين الذي على أخوك يحيى. دين يحيى بيوصلك اليوم. إذا في معك كلام في كلامك يكون معي أنا بس. بطلت أنجم على مكالف. أما بالنسبة للأرض، تعال ما أقول لك. أنت إيش بتشوف هناك؟ ولا شيء. هذا اللي بتأخذه مننا. يحيى صدقا ما يعوضش. أنا اشتي أعرف كل شيء عن يحيى. شي تقول لي إنك ما تعرف شيء عن يحيى؟ يعني مش هو أنت اللي كنت لاحقه؟ أنا أسأل نفسي دائما، ما هو اللي فعلي يحيى في حياة من أجل يقتل؟ بس أول ما بصرتك عرفت السبب. أحيانا يكون دخول بعض الأشخاص لحياتنا مجلب للبلاء. أنا شدرة، من هو ذا أمير الذي جننتنا به؟ من هو؟ يا أخي هذا على ما أعتقد أنه والله ما أنا داري من السوق، ما فيش داعي تفلسف يا أخي. ينبع لنا هكذا كل مرة ساعة الجن يعود بالله من الشيطان ويفركش لنا الفرحة عن بكرة أبيها، ما يصلح. وانت ما لقيت إلا هذا يسرق معك؟ أنا عندي سؤال، ليش فعلت هكذا؟ أخي أنا قلت لي أنك تسرق على سببك. ايش حصل لابوك؟ ايوه هذا الذي اسمه امير. من اي قريه جاء؟ انا الشدري. منين ادوك انت يا وليد؟ انت هداء. Thank you.
ايش الذي حصل؟ كيف لو ما رجعت؟ واحنا اتفقنا ان انا اجي بعدك. عبود، ايش تعرف عن عمك شفيق؟ سلماء سلماء كان على الاقل عند بعدي اللبانه قبل ما ادري قدي. الأعراج ما لقى العريس يا ناس، وعكازة اللجل يخطى وانت شاكل يموت، لا ياكل اللحم او ياكل مع النشفوت يا ناس، ما قوته الا طماطيس تعتق الا يموت. وين انت؟ وين كنت؟ منين جيت؟ تاري كنت مريح لك عند النازول، بصرتك ما جيتش رجعت اطلع. ابرد تعشى. تاري ابوك جاي يدورك وهو ضابح. الله يخرجنا منك يا يحيى. هو تطفي الكهرباء. يحيى يا يحيى، من المريض اليوم؟
ريحان الشرك هكذا معنا وصل للفجر. عند خالتي لو الفجر بطبي يا ريحانة. ها شارع فاضي ما بج ولا تكس. دقيقات لو سمحت. طلعي شرك علينا. شكلهم هذا هم. لحقهم يا ياسر. أمير أنا أعرف مش من حقي أتدخل بخصوصياتك، بس يقول لك إذا صعب عليك تواجه يحيى اسأل أمك يمكن عارفة شيء عن الموضوع. أمير أنا أعرف أنك زعلان عشان الموضوع بيع، بس أنا غلطان، غلط بحق بيان وغيرها، كن طايش وش منك تسامحنا. اشتك تعرف ان انا بلا اب ولا ام وعشت وحيد ما فيش حد يربينا، حتى لما كنت تضربنا كنت احس انك اخ كبير يربي اخو الصغير، واتمنى تكون لي يا امير اخ. شوف يا اسد، مش رجال انك تلاحق بعد البنات وتهديهن، لانه معك خوات، حتى لو ما كانش معك خوات معك مبادئك واخلاقك، اذا تخليت عنهن فمعناتها هي رجل منك، لكن ما دام انك اعترفت فمن اليوم اعتبرني اخوك اللي مستحيل يتخلى عنك. تدخل بخصوصياتك، بس يقول لك إذا صعب عليك تواجه يحيى اسأل أمك يمكن عارفة شيء عن الموضوع.
عشتك تعرف ان انا بلا اب ولا ام وعشت وحيد ما فيش حد يربينا، واتمنى تكون لي يا امير اخ. الو نقيب، ها الحمد لله تفاهمت مع امير كل شيء تمام، بس ما كلمتوش ان انا قابلت يحيى وكلمته. ايوه يلا اشوفك على خير. أمير أمير أمير، طال المغيب طول ضم الأيام يا سد الغريب، هل من مجيب؟ إحنا السبب ولا الزمن أصبح غريب؟ صرنا جروح للوقت وأحزان السنين، هل باقي روح للكره ولا للخلاف؟ كم حلمي مات فينا ولا غير الحنين، متطرقين حتى من الفرحة نخاف، عمري الخلاص مكان بارود ورصاص، كم من عيون تصرخ لنا العم رضا، أولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. العم رضا، أولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. تعود الحياة حتى تعود المياه، إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس، والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب، نفتح طريق القلب.